مواضيعنا الرياضية نتكلم فيها اليوم برنامج كورة. أحضر صور من داخل استاد الملك عبد الله في جدة اللي هي آخر شيء اليوم صاير. الملعب تحفة رياضية لعشاق كرة القدم، أي أحد يحب كرة القدم هذا الملعب يعني يقول لك أنا أحسن مكان تجي فيه عشان تشوف كرة قدم. طبعا هم الافتتاح في يعني إلى الآن لم يتحدث، في ناس تقول نهاية الشهر، ولكن شكل الملعب من جوه والاعمال اللي فيه اللي خلاص يعني على اللمسات الاخيره تحفه رياضيه جميله. خلينا نوريكم هالفيديو وبعدين ناخذ تعليق ضيوفنا الاعزاء. طيب طبعا المونتير عندنا يحب بيبيرو عشان كذا حط الموسيقى. كيف شايف الملعب عبد الله عبد العزيز؟ طبعا انا اعتقد ان هذه اول مره يعني يكون بالصوره المتحركه بالفيديو ان احنا المشاهدين يشوفون الملعب هذا. انا احط عنوان يعني ان خلينا نقول ان ابو متعب كريم والشعب يستاهل.
أعرف المواطن هذا فعلا يستاهل يعني. وأكثر من مرة كرر خادم الحرمين الشريفين أن المواطن هذا فعلا مفخرة في أحداث كثيرة صارت، أنه فعلا صامد. لذلك فعلا أنه يستاهل زي الملعب هذا، وأهل جدة برضه يستاهلون. اللي قاعد تشوفه يعني فعلا يثبت لك أن احنا نقدر. يعني لا حد يجيني يقول ما نقدر، يعني احنا فعلا نقدر ننافس، ونقدر نصلح ملاعب، ونقدر نجيب ملاعب في اوقات قياسيه، ونقدر نخلي يعني الاعناق تلتفت صحيح لملاعبنا وتشوف الملاعب. انا دائما اقول في بعض المشاكل الاداريه يعني، ودائما انا يعني دائما اقول في 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 كتاب للدكتور غازي الله يرحمه في حياه الاداره، يقول مشكله مين في الانظمه، المشكله في اللي مستلمين الأنظمة، هذول البيروقراطيين هذول اللي يعطون أشياء كثيرة. لذلك النظام كويس، بس هو في 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 فترة من فتراته غير بس اللي الموجودين هذول وبدأ يمشي النظام. فعلا الملعب هذا يعني الواحد يعني حتى هو مكتمل الواحد مستمتع صحيح، واحد يفتخر، الواحد يقول يعني أن تصل متأخرا أحسن من لا تصل صحيح. أبدا يعني. والآن يعني وأتمنى يعني بالإنجاز اللي قاعد يصير، احنا نقول بنيه تحتيه، ولا دائما نقول البنيه الفوقيه اللي هو تشغيل الملاعب. احنا ما نبغى الملاعب هذه سنه سنتين فرحانين فيها وبعدين ما تكون في صيانه. في ملاعب في العالم التركي حتى في الدوري الانجليزي لها مئات السنين، الى الان تشوف المباريات فيها كانها امس منشاه. ليه؟ لان في صيانه عليها طبعا. لذلك اللي قاعد يصير، احنا نرجع عودنا على البدعه على عمليه التصحيح. اللي قاعد يصير احنا نستفيد من الكوادر اللي جالسه في البلد هذا، الكوادر السعوديه اللي المفروض انها يتم تدريبها لتشغيل المنشات هذه، مو اذا صارت خلينا نقول بين قوسين عمليه تصحيح توقف كل شيء. لذلك كان لازم يكون في تصحيح حتى في نظرتنا، في قيامنا بالمنشات هذه، صيانتها في ملايين مليارات ضخت هنا. حرام انها بعد سنه سنتين نلاقيها اشياء مهجوره، او نلاقي ناس يديرونها على كانهم يديرون مدرسه قديمه. يعني يقفلون، اهم شيء القفول، واهم شيء يقفل، اهم شيء تطفى اللمبات في النهايه صح. لا، لذلك يعني ملعب يستاهلون فيه، يستاهلون جمهور جده فيه، يستاهل المنطقه كامله، يستاهل المواطن فيه، وفعلا مفخره. وفعلا نشكر البرنامج هذا اللي يعني سلط لنا يعني اضاءه جميله. احنا ملينا احنا نقول ملاعب وبيئه ملاعب والبوفيات والاشياء هذه، فهذه فعلا يعني خلينا نقول نور ان شاء الله على اضاءات كثيره للملاعب باذن الله. فواز، خليني تركي ابدا من انتهى اخوي عبد العزيز. حقيقه من الممكن ان تقدم مشهد جميل للحجر، ولكن تحتاج ايضا ان تقدم نموذج للبشر. الاداره لهذه الملاعب، مشكله المال العام، مال الدوله دائما يعني، وشفنا كثير من المشاهد زي ما قال اخوي عبد العزيز، مدرسه قديمه، كثير من المشاهد يفترض ان تكون لها صيانتها، ان تكون لها اداره التشغيل، ان تكون لها، ان يعيش المكان، ان يكون له روح، ان يعيش المكان بروح. هو صحيح انه يعني جماد، ولكن كثير من الجمادات لها روح في 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 حفاظها على شكلها، في ظهورها بهذه الصورة. أنا أعتقد مكرمة مولاي خادم الحرمين الشريفين هذه يعني أفرحت كثير من أبناء الجيل، يمكن اللي أصغر مني أو اللي أكبر مني، وإحنا تحمسنا كثير لحضور للذهاب لهذا الملعب والاستمتاع، لأنه ما نشاهده في هذا الملعب مثل ما نشاهده في التلفزيون في كثير من ملاعب العالم. أنا يعني حقيقة أضيف لمشهد هذا الملعب وما حول هذا الملعب، لأن الصورة ما جابت أكثر من كذا، أنه سمو الأمير خالد الفيصل ذكر في تصريح، وكان تصريح جدا مهم، أنه جدة قائمة وجدة قادمة وجدة تزدهر. كثير من المشاريع في 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 جدة الآن ولله الحمد تزدهر، حتى أنه في استاد رياضي أهلي حيكون في شرق مدينة جدة، وحيكون في مساحات خضراء للعبة الجولف والعاب أخرى رياضية، بالإضافة إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل. حتكون مدينة جدة بإذن الله بهذا الفكر وبهذا المتابعة وبهذه الحيوية مدينة قادرة على احتواء الشباب وتقديم تقديمهم بصورة جميلة. يستاهلون، وشكرا لأرامكو. دائما نقول اللي يشتغل نقول له برافو، اللي يقدم عمل نقول له برافو. وهالملعب صراحة الواحد يعني يبغى بسرعة الملعب ينفتح،
أو يفتتح علشان يحضر مباراة ويشوف الأجواء ويحلو هالملعب لما يمتلي جمهور والمنتخب يلعب. يعني أكيد يعني راح يكون الأجواء رياضية مبدعة وبديعة. فاصل قصير بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث.